فسيفساء موسيقى عربية وأندلسية موزايك غابو أندلوز. الحقيقة رونكونتر هذية تعكس معنى مدى ثراء الموسيقي سي عقب كل شيء على مستوى الأندلس وعلى مستوى الحوض المتوسط وشمال أفريقيا، وإحنا سورتو في تونس نتشاركوا في الريبرتوار الموسيقي الموروث الموسيقي يعني مع الجزائر والمغرب على مستوى يعني الثراء الفني هذا. حبينا معناها تكون لما حقيقة استرجاع بالذاكرة والتاريخ معناها يذكر على مستوى الأغاني هذه الأندلسية واللي قعدنا لتوا نردوا فيها خاصة يعني الجيل اللي سبقنا وفي يعني المساحات اللي نجموا قدموا فيها نوعية كما هذه. لكن حابين كشباب يعني نمثلوا كل فنان أو مطرب عازف يمثل بلاده. كنت لما خاصة لافتتاح مهرجان موسيقات في دورته 11، هو موسيقات دورة 11 سنة من المهرجانات القليل في تونس يعني اللي عندهم توجه فني خاص بهم يعني يعتني بالموسيقات التقليدية والموسيقات المستلهمة من التقاليد. دونك نحاولوا كل عام نستدعوا بلدان من العالم باش يقدموا موسيقاتهم التقليدية والتقاليد الموسيقية نتاعهم. سنة خلتنا دورة 11، دورات العاشرة اللي سبقوا الكل عملنا لو تور دو موند، عملنا دورة حول العالم نتاع البلدان الكل. سنة حاولنا نستضيفوا البلدان اللي عندهم برشا ما شاركوش، وحصلنا لنا شرف السنة دي البرتغال باش تكون حاضرة، الهند باش تكون حاضرة، الكونغو باش تكون حاضرة، تركيا باش تكون حاضرة. وحاولنا في عرض الافتتاح، الحاجة اللي تميزت السنة هذه أنه عرض الافتتاح هو عرض مغاربي يجمع فنانين من المغرب، من الجزائر، من فرنسا، من إسبانيا.